السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على جمال بن الدين بن عمري، وين وكيل أعمال بن عمري يكشف حقيقة مفاوضته مع النادي السعودي، وين كشف مجيد بو عامر وكيل أعمال اللعاب الجزائري جمال الدين بن عمري عن حقيقة مفاوضته مع الأهلي السعودي. يعني نقولوا باللي وين تكلم هو وقال لك راه مرتاح وما عنده والو، وراه غادي يواصل العمل تاعو مع ليون. حنا المهم كما يقول لك هاكا نعرفوا حقيقة، ماذا بينا فانيك نعرفوا بزاف حقائق على اللاعبين، امثال محرز، امثال يخرج واكل اعمال تاعو يتكلم صحيح مكاش مشكل. هذه هي. وقال وكيل اعمال بن عمري وهو مجيد بو عامر في تصريح للصحيفة الرياضية السعودية: هذه المفاوضات لم تبدأ رسميا، والمحادثات لا تزال شفهية. يعني شوف كيفاش فني دروك، تشوف الاخبار، تشوف الجرائد في المواقع، نقولوا مواقع تاع اخبار في السعوديه، يقول لك صعيك وبن عمري عطى الموافقه وبن عمري من بر. احنا مهم. واضاف: من الصعب الحكم عليها او الحديث عن المرحله التي وصلت اليها، وسيتبين مصيره خلال الأسبوعين المقبلين. يا ودي كوغيما على بالكم، كوغيما يروح شفيطو هذاك تاع المصداقية، هذاك الصحافي، هذاك الخبيث، هذاك الصدق والمصداقية، كوغيما يروح شفيطو تخرج ليشان ويقول لهم صراحة هذه الأخبار تتسبب في مشاكل لابن عمري هنا في فرنسا ومع ناديه ليون. وختم كلامه: بن عمري مرتاح في ناديه ويتدرب بصفة عادية، ولكثير لكثرة الأحاديث عن عودته إلى الملاعب السعودية سوف تسبب له مشاكل. هو بروحه مش يلعب وراه مشاكل اللي تسبب، ما يتسبب والو، ما غادي يتسبب له والو، هو بروحه راه حابس. سبحان الله، يعني نقولوا بلي إن شاء الله بربي هذا اللعاب والله لا لعاب هذا والله ما يستاهلش، على بالك ما يستاهلش، واش راه صاري له والله ما يستاهل كاع، والله ما يستاهل اللعاب هذا. كنا نشوفوا فيه باللي قلعنا مشكله كبيره، قلعنا مشكله كبيره تاع كيسموها تاع اللاكس. يعني راك تشوف دروك وين عاودنا، ولينا غير كيما يقول لك ولينا المسلسل الاول، يعني ولينا المسلسل الاول. هذه هي. وين حذرت إدارة الأهلي السعودي من تعاقد مع مدافع، وين البريزيدو هذا تاع الشباب تاع اللعاب، وين كان بن عمري فريق سابق لبن عمري في السعودية. وين حذرت إدارة الأهلي السعودي من التعاقد مع المدافع الجزائري جمال الدين بن عمري نجم أولمبيك ليون الفرنسي إلا بالحصول على مبلغ مالي، حيث قال لا يستطيع جمال بن عمري اللعب لأي فريق بالمملكة العربية السعودية تحسب البرازيل إلا بالحصول على موافقة الشباب بدفع مبلغ مبرم في العقد السابق. وأضاف: أحذر إدارة الأهلي برئاسة عبد الإله، ستدفعون الكثير في هذه الصفقة، لأن اللعاب عندما رحل وضع في عقد البند يتاح لنا الحصول على مبلغ مالي حال رغبته في العودة إلى اللعب في أحد الأندية السعودية. ويقال لهم: أنا لا أمانع انتقاله إلى الأهلي، لكن بشروط خاصة، والعقد موثق في الفيفا، لكن على الأهلي دفع مبلغ الذي وضعته في البند أولا. وأتم تصريحاته بقوله: لا أحب الحديث عن لاعبين أو قطع أرزاق، لا يعنيني في شيء انتقال بن عمري إلى الشباب من عدمه، لكن أريد فقط الحصول على حقوق النادي الشباب، وأبشر الجماهير أننا سنحصل على مبلغ مالي ضخم. النجم الجزائري صاحب 32 سنة
كان يلعب في صفوف النادي الشباب بموسم الماضي قبل أن يفسخ تعاقده مع النادي المتنقل إلى ليو الفرنسي. وفي حال رغبة النادي الأهلي في ضمه فإنه سيتوجب عليه دفع مبلغ 2.5 ملايين ريال سعودي لنادي الشباب حسب البند الذي وضعه هذا الأخير حال عودة النجم الجزائري للدور السعودي واللعب لأي نادي آخر. شو كيفاش على بالك غبنوه؟ انا خاطر كاين الناس اللي يقول لك راح بالتراضي، راح يا ودي تاعش تراضي يا بنادم، جايبينو عاطينو داي شكارات عاد راح من عند السعوديه، راه من الدوميساج هو يدمر. ايوا وير تقول لي تراضي تراضي كاع مكاش، علاه بلايلي مي طلقوه طلقوه هكا؟ 50 مليار جزائريه مقيومه، 50 مليار جزائريه مقيومه باش طلقوه. وكي داروا له ما عطاوهم له سدره، عطاوهم على 3 ترونش لا 4 ترونش، واللي تدخل بيناتهم. انا نتحدى اي واحد فيهم، هاي الصحافه الصحافه ينجموا يهضروا مع بلايلي، وبلايلي باباه وبلايلي ما يهضروش. على ما يهضروش؟ كانوا قادرين يهضروا على بلومي، يقول لك الفضل يعود الاخضر بلومي، هو اللي اكتشف اللعاب وداه للبرج ولعبه في الاسبوار وكلش بالصح. وما يهضروش كيما نهار اللي ولاو يقولوا لهم حقر كنت محقور، وكنا محقره يا ودي تعش محقوره، تعش محقوره. هذوك انت راك قاعد في ليون قاعد رو بلاصون، وراكم تخرجوا تقولوا رانا مريحين، ولا ما تقولوش رانا محقره، هاو قولوا رانا محقره، هاو قولوا بلي في وقتنا كنا نلعبوا، كان كاين عنتر يحيى، كان كاين بوقرة، كان كاين حليش، كان كاين بالكالم، كانوا كاينين هاد الرباعية وكانوا في اللاكس يدورو. بصح ما تقولش بلي كنت محقور، قول بلي كنت ما وصلتش المستوى تاع المنتخب الوطني الجزائري، هذا ما كان. بلايلي كان ابراهيمي من كان في غولي من قدام لا يجي محرز كاع، ما تقولوش بلي كنا محقرة، ما كنتوش محقرة. ديجا لو كان كنت محقور كيما بلايلي كان محقور، الحاج ما يعاونهش، عاونوا في التالية ما بين الاتحادية السعودية وين كان يلعب في السعودية مع قطر، دار بيناتهم ريقل بيناتهم طلقوا اللعاب، وماكو مازال، خاص قاع دايرين بند، قاع حاطين شكل شمكاش. حنا اللعاب بن عمري والله العظيم أمنوني بالله، خاطش الناس كان اليوم يهضروا غير على زوج لعابة ولا ثلاثة. أنا راني نشوف فيها منتخب وطني لعبة جماعية، مش تاع لعاب ولا زوج، لعبة جماعية، كي نحضروا كاع اللعابة، ماشي غير محرز، فاهمين؟ ها راه وين راه؟ كانوا مهبلين بالناصر، هادو في اليوتيوب، بالناصر 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 التبليسة مكانش لي يهدر عليه، نشوفوهم مكانش لي يهدر عليه. سمعوا بلايلي راهي ملكي، راحوا كبصوا بلايلي بلايلي بلايلي، سمعوا بنجاح 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 بنجاح، اللي اختي يفشلوهم باش يوخروا عليهم، تيفشلوهم باش يوخروا عليهم. على اللي نقول لكم يا ودي، خاطر بزاف اللي يكتب لي يقول لي انت تهضر على ابن عمري، او نهضر عليها ها. قال لك هادو خرجوا في الاعلام، قال لك احنا ما تواصلنا متى واحد لعابه، قال لك ما تواصلنا متى واحد، هاذوك ما تواصلنا، ها بالسيف نهضرو على ابن عمري، ها الله يجعل يلعب تاز زوج دقايق ولا ثلاثة يعاود يعيط له، كيما نهار اللي لعب عام كامل ما لعبش، لعب 38 دقيقة عاودو يعيطو له، الله يجعل يلعب هاد الخطرة بيطو يعاودو يعيطو له، ماذا بينا؟ ماذا بينا التعب عليه؟ لو لعب ولا كاين تناسق في لا ديفونس، نجح مع ماضي، يعني كنت منه إن شاء الله بربي كيما يقولك. الله يجعل يلعب خاطر ولا وكيل اعمال تاعو قال لهم راه مرتاح وراه يتريني وما عنده والو، قال لك قارعوا هذه سيمانتين ولا سيمانه، هيا ونشوفوا ان شاء الله، بالك التنقل تاعو يكون فماك في فرنسا ولا يكون في الطرق ولا يكون ما تنجمش تعرف وين، المهم اللعب، استمراريه في اللعب، المهم يلعب، هذه اللي نحوسوا عليها حنايا، نحوسوا على هذه، راه يجعل يلعب برك. قالت واش راه صار؟ إلا صعيبة، بنادم قاعد بونك
وزادوا خسروا والنامس خسروا، يعني ما هي سهلة. وزاد العبد ديك خطرة ديك 3 دقائق ولا 4 على بالك باش يعاود يولي ليق، مركز حساس مش كيما المهاجم. قلنا لكم المهاجم، قلت لكم بلي غادي بسليماني ما غاديش يدخل دونتري، بصح غادي يدخل روبلان، يدخل من بعد يدخل ودخل. ش عندنا ماشي كيما المهاجمين، ذاك المنصب مع المهاجم مش كيف كيف. هذه ان شاء الله يكون الخير فيها.